المريض النفسي هو كل شخص يعاني من اضطراب أو مجموعة اضطرابات نفسية، قلق، إحباط، اكتئاب، شدة ما بعد الصدمة PTSD، أي اضطراب أو عارض نفسي ممكن يمر فيه ممكن نسميه نحن أنه يعاني من مرض نفسي. أما مفهوم الشخصية المريضة هو مفهوم أو مصطلح غير علمي وغير أكاديمي، هو يطلق بالعادة على أي شخص يمارس سلوكيات غير مقبولة أو مستهجنة اجتماعيا، يعني مثلا السلوك التعالي، السلوك العزلة الاجتماعية، أي سلوك تاني مثلا غير مقبول أو غير محبب بالنسبة للوسط الاجتماعي المحيط فيه. فهن يعني مصطلح عامي هو متداول بيقولوا أنه هذا شخصيته مريضة، لكن هو مصطلح ليس علمي وليس دقيق.